تعال بيبس الصور يطلع هذا بلان ثاني بلان ضرب على دي ما تطلع مع الطيران استطلع سوي استطلع معاهم دوام الله اكبر تم بفضل الله سبحانه وتعالى ألوية العمالقة إنجاز كبير في صباحية هذا اليوم يوم السبت. فالحمد لله سيطروا على كثير من التبب كما ترون الآن، والمقاتلين في جاهزية قوية جدا عالية، نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن ندحر العدو إلى جحره مران بإذن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. وهم في جميع ألوية العمالقة شاركت بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الهجمة وسيطرنا على كثير من التبب، وما بقي لنا إلا الشيء اليسير. والله نحن الحمد لله ألوية العمالقة قمنا بدحر العدو وشلينا على التباب الله أكبر، وقتلنا منهم كثير وخسائرهم كثيرة في العتاد. الآن نول عمالقة قمنا بالهجوم على الدريهمي، ولازلنا مستمرين في الهجوم عليهم حتى نصل إلى إن شاء الله إلى مران، وبإذن الله سنصمد إلى أن يأتي النصر. نحن أفراد اللواء 13 عمالقة ساندنا أخواننا في جبهة الدريهمي، نشن الهجوم على العدو حتى ندحره إلى آخر مواقعه.